مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات، نباتات البرية ونباتات الزينة. عندنا اليوم عشب دنيبة أو دخن الدجاج أو ديسكبور أو الدخن البني أو الدخن الياباني أو العشب المائي أو العشب الشائع البارنيراد أو عشب البارنيراد، هو نوع من العشب البري الذي ينشأ في من آسيا الاستوائية، والذي كان قد تم تصنيفه سابقا كنوع من عشب البانكوم. ينتشر الدخن الياباني في جميع أنحاء المناطق المدارية آسيا وأفريقيا في الحقول وعلى جوانب الطرقات. نوع نباتي خشن متعدد الأشكال ومنعقد سنويا، وطول القامة غالبا ما يكون متغير على حسب الظروف والمناخ. اعتبر النبات ضار في حقول الأرز، يعتبر من النباتات الضارة في حقول الأرز، حيث ينخفض مستوى الجودة والإنتاجية 50% من إنتاج الأرز. استخدام عشب الموسم أو عشب الدجاج، يستخدم كعلف الماشية وأحيانا يزرع لهذا الغرض، كما أنها مناسبة للعلاج ولكن ليس للتبن. يتم إطعامها باللون الأخضر للحيوانات وتوفر العلف على مدار العام. يمكن الاحتفاظ بالتبن المصنوع من هذا النبات لمدة تصل إلى 6 سنوات. ويستخدم هذا العشب أيضا لاستصلاح الأراضي المالحة والقلوية والمناطق، وخاصة في مصر تؤكل حيوانات برية هذا العشب بسهولة، الأرانب والغزلان والطيور المائية. يأكل الإنسان حبة وبعض الأصناف في أوقات الندرة، وتستخدم أحيانا لغش الشمر. يتم غلي الجذور لعلاج عسر الهضم في الفلبين، توكل براعم الصغيرة كخضروات. يستخدم مستخلص النبات في أمراض الطحال، براعم الصغيرة توكل كخضروات في جافة، تشير التقارير إلى أن وقائية ومنشط الدخن الياباني هو علاج شعبي في الهند. الدمامل والنزف والقروع والطحال ورطة والسرطان والجروح في منطقة هيسار من الهندية حالة هاريانا، توكل بذور هذا العشب عادة مع المزروع الأرز حبوب لجعل بندق الأرز أو الخير على الهندوس أو الخير على الهندوس أيام السرية. كان العشب القناة أحد أكثر 5 محاصيل تم زراعتها خلال عهد مملكة جوسون في كوريا. طبعا كثير من المعلومات، عليكم بالرابط أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك واعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام.